تدرون ان اول قمر اصطناعي طلع الفضاء كان بحجم هالكرة؟ تعودنا ان نسمع كلمة ساتلايت يوم اهالينا يحبون يغيرون من ام بي سي 2 لقناة دبي ويقولون اقول لك بدل على نالسات ولا على عربسات، او يمكن نشوف الساتلايت في الافلام يوم الاشرار يستخدمونها لاطلاق الليزر على الابطال. لكن الأقمار الاصطناعية هي أكثر بكثير من مجرد إشارات التلفزيون، ولها الكثير من الفوائد اللي تأثر على حياتنا اليومية، ومو بس مجرد جزء من فيلم خيالي. الصور المستخدمة في خرائط جوجل يأخذونها من خلال الأقمار الاصطناعية، تنبؤ بحالة الطقس، المكالمات التليفونية يوم تكونوا على الطيارة، تحديد المواقع على الجي بي اس في السيارة وفي التليفون، وطبعا الكثير من البحوث العلمية في الفضاء والزلازل ورصد التلوث وإلى آخره، كلها تعتمد على الساتلايت. فشو حجمه؟ كم عدد الأقمار الصناعية في الفضاء؟ وشو اللي يصير بالجديمة منها؟ إذا سألت شخص ما هو حجم القمر الصناعي، يمكن يعتقدون أنه حجم مركبة فضائية كبيرة أو صاروخ، وهذا كله بسبب الأفلام. أنتوا شو رأيكم؟ هل هو بحجم بيت، سيارة أو قطوة؟ قديش حجم القمر الصناعي؟ يعني هل كبر؟ يمكن حجم نص الأرض، قد السيارة أو أكبر شوي، يعني قد سيارتين let's say. يعني قد الساتلايت هالأيام قده بعشر مرات، يعني قد البيت يمكن. أنا توقعت أنه كان شيء ضخم وكبير وانصدمت يوم مريت وشفت أنه كان فعلا صغير. في الواقع معظم الأقمار الاصطناعية يتراوح حجمها من بين حجم سيارة وصولا لحجم كرة سلة، ونعم أصغر بعد. ما هي الأقمار الاصطناعية؟ القمر الاصطناعي هو قمر، كوكب أو جهاز يدور حول كوكب أو نجم. على سبيل المثال يعتبر الأرض قمرا لأنه يدور حول الشمس، وبالمثل فإن القمر يعني قمرنا اللي ذكره نزار قباني: لا تحزني، انهبط الرواد في أرض القمر فسوف تبقين بعين دوما أحلى قمر. يسمى قمر لأنه يدور حول الأرض، وعادة فإن كلمة قمر الاصطناعي يشير إلى جهاز تم إطلاقه للفضاء ويتحرك حول مدار معين. في دورة الإمارات أرسلنا للآن عدد أقمار صناعية إلى الفضاء، واليوم نعمل على إرسال القادم. يقوم القمر الاصطناعي دبي سات 1، وهذا اللي تشوفوه نموذج عنه، منذ إطلاقه في عام 2009 وهو أول قمر اصطناعي للاستشعار عن بعد تملكه دورة الإمارات، بإرسال صور فضائية عالية الدقة، وهي صور بصرية حساسة للألوان ومتعددة الأطياف الكهرومغناطيسية. أنت قلت إيه ولا عملوا لك إيه أنت؟ قاعد يقول الكلام اللي إحنا مش عارفين نقوله كده ولا؟ وتبلغ دقة الصورة 2.5 متر، يعني يوم نشوف الصورة من دبي سات 1 نقدر نحدد بوضوح المباني العمرانية، لكن الشاحنة الكبيرة تبان كأنها نقطة. ومثلا في مدينة العين استخدمنا المسح لحل مشكلة المزارع والعزب العشوائية، ويعتبر القمر الاصطناعي أداة رئيسية هامة في مساعدة دولة الإمارات ودول المنطقة على تطوير البنية التحتية ورصد التغيرات البيئية والمساعدة في التخطيط العمراني. ويمكن تتفاجئون أن تم استخدام صور دبي سات 1 لرصد أعمال تطوير مشاريع معروفة بدولة الإمارات، مثل مشروع نخلة جميرة، مشروع نخلة جبل علي، مشروع مطار المكتوم الدولي، وغيرها من الكثير من المشاريع. إنزين، تذكرون زلزال السونامي اللي ضرب اليابان سنة 2011؟ من خلال الصور اللي التقطها القمر الاصطناعي دبي سات 1 وفرنا الدعم لمساعيل إغاثة في عدد من المواقع اللي تأثرت بالزلزال، وبعد لمناطق غيرها اللي تعرضت لكوارث طبيعية حول العالم. يقوم القمر الاصطناعي دبي سات 1 برصد التغييرات البيئية باستمرار، بالإضافة إلى متابعة الأحوال الجوية عبر منطقة الخليج، قارة آسيا والعالم. ولو حابين معلومات أكثر زوروا هالموقع أو تشوفوا الروابط اللي تحت الفيديو. إذا عندكم معلومات، أسئلة، أو حتى اقتراحات لمواضيع تحبونا أن نوضح لكم إياها عن فضاء أو علوم على سطح الأرض، يا ريت نسمع منكم. ودمتم.